السلام عليكم. اليوم راح نهضروا على الناس اللي تحب تدير الخير والناس اللي ما تحبش تدير الخير. باسكو الموضوع تاعنا هو الاعمال الخيريه. ابا كاين واحد عنده درهم دخل واحد الريستورون لقى واحد المسكين حاب ياكل، عيط للسيرفر قال له هات له فول وانا جيب لي واحد الحم. جاب له سيد فول طاح هذاك المسكين ياكل رابيد. قال له اسمع قول بسم الله بما يكونش معك الشيطان. دار لي المسكين قال له الشيطان مهبولي خلي اللحم عندك تا ويجي ياكل معايا فول انا. وانا بك انا هذاك النهار حبيت نشوف اسكو حسن يشتي يدير الخير ولا ما يشتيش يدير الخير. حبيت نتيستيه قلت والله يا حسن قلت هذاك النهار البارح شتك في المنام عطيتني 20,000 وانا باش نشوفه برك اسكو يدير الخير ولا. قال لي زرقان هذيك لازم تردها لي خويا راني محتاجها. وضحك في رايكم شكون اللي يدير الخير اكثر، اسكو الرجال ولا النساء اللي يديروا الخير اكثر؟ انا نقول لكم باللي النساء هما اللي يديروا الخير اكثر في رايكم ليه؟ باسكو الراجل كي يدير الخير في مرته هي تهز الخير هذاك وتديه لدارهم. تسمى دير الخير في دارهم. شكرا. انا ضحكتني. كاين ودوك البالك كاين واحد السيد عنده درهم حاب يدير الخير. قعد هو وصاحبه قال له شوف، قال له انا الخير قال له نديروا في الحيوان وما نديروش في بنادم. طيب صاحبه قال له هو 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 هو. سيد ولا حيوان نورمال يعني. والباك ماركيتو كيما احنا انا عملوا العيد الكبير قاعد في الجامع نسمع في الامام يقول لهم الاضحيه العيد لازم تمدوها كامله ما تخليو حتى الطرف، يعني تحكموا ثلث تحكموا شويه مي تمدوا الباقي. كي روح للدار حل الفريجيدير ما لقاش الكبش اللي ذبحوا الامام. عيط لابنه قال له كبش وراه، قال له مديته ابوي. قال له كيفاش تمد فيه؟ قال له خي انت قلت لنا هذا وين في الجامع مدوه كامل نحكموا الثلث. قال له هذيك الخطبه للناس اللي كانوا في الجامع ماشي لينا احنا. هذاك اكبر عمل خيري يقدر يديره جون الجيريان في صاحبه. وينه؟ هاو النيميرو تاعها تدبر راسك. جون الجيريان يمد النيميرو يوصل لك النيميرو حتى ليدك ويقول لك تدبر راسك. هذا هو اكبر عمل خيري يقدر يديره جون الجيريان في صاحبه. صح قولوا لي تعرفوا جوجل؟ جوجل تعرفوا جوجل؟ جوجل حسن يعيط لها جوجل باسكو حسن ما ينطقش القاع. احنا غنقلقلوا. جبت لكم اليوم واحد الفيديو اللي مش فاهم جوجل اليوم يفهم جوجل. ايوه باش تقراوا شنو هي جوجل. جي جي او 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 جي جي ال ال اي اي قولوا قولوا. هذه عيطوا لها مدام جوجل وهذه عيطوا لها مدام ياهو واتساب. ثاني شفت واحد العفصة خرجت هنا مؤخرا في مصر داروا فيديو شغل انت باش اوليو اللي تصوم انت واللي تصلي انت يسلكوا عليك دراهم وهما اللي يصوموا في بلاستيك ويصلوا في بلاستيك يضربوا بلاستيك. هذه بروبوزيسيون داروها في مصر. من الحاجة اللي تحيرتني السيد اللي عيط لهم عايت انا باش نيغوسي معاهم. شوفوا الفيديو يحوس على زافر. مش عارف تصوم شهر رمضان؟ الصوم متعبك مخليك تموت من الجوع؟ عطشان وجسمك مش متحمل؟ احنا حنصوم مكانك ونصلي كمان وانت خليك مستريح. كل ده بس ب 899 جنيه. السلام عليكم. يا اخوي في منزلين عرض شفت فيديو على الانستغرام بخصوص الصوم. ايوه يا فندم عندنا العرض. قديش سعره عندكم اللي هو زي ما هو مكتوب على العرض 899 جنيه؟ 899 جنيه. طيب بتصوموا عني وبتصلوا وهيك ولا؟ يا فندم احنا عندنا عروض ثانيه، الخشوع والبكاء اثناء الصلاه ده 950 جنيه. طيب يعني انا مش محتاج اني اصلي في رمضان وادخن عادي صح؟ احنا نعمل كل حاجه عندك. هذا العرض طب اسمع، هذا العرض في رمضان قديش؟ بص هو دلوقتي 899 جنيه عشانك، بس في رمضان يعني بيرتفع شويه. فتحه كبيره لي زرقان. اذا لحقنا الى